بنحييكم ودائما عبر تلفزيون لبنان بالحلقة 2000 لبرنامج مشاكل وحلول. من جديد بدي حيي كل المعنيين والمسؤولين يلي بتابعوا معنا همومكم مشاكلكم وشكاوى. فبمرحلة تانية بعد 2000 بتمنى أصدقائي نقول أنه كل المشكلات يلي بنعرضها ممكن تستحوذ اهتمام المعنيين لحتى يسعوا ودائما يكونوا إلى جانبكم. اسمحوا لي رحب بضيفنا الموجود معنا عدنان برجي امين الاعلام برابطه التعليم الاساسي. اهلا وسهلا فيك. خليني احييك بالاول على جهودك المتواصله 2000 حلقه من اجل المشاكل والحلول. نعم. يعني بنامل يكون المسؤولين عم يسمعوا بشكل جيد وحلوا هذه القضية. هلا مش كلهم بيسمعوا يعني ما بخفي عليك، البعض منهم بيسمع ويتناسى وبقول ما سمعته، البعض الآخر لا مشكورين بيشتغلوا. صحيح. سيدي بدك تسمح لي قبل ما ابدا معك بدي اخذ اتصال مع نقيب المعلمين بالمدارس الخاصة نعمي محفوظ، لأنه بهذه المرحلة عنده فرصة قبل ما يرجع يدخل على الصف والموضوع مهم يلي راح نثيره مع حضرتك وهو رفض إلغاء شهادة البروفي. نقيب بدي حييك. ألو. يعطيك العافية لك وللأستاذ عدنان ولكل المشاهدين. شكرا لك نقيب. يعني سؤال بديهي، هلا رح نحكي نحن عن إلغاء شهادة البروفيه، بدي أسألك يعني هذا الكلام يلي سمعني واقتراح المشروع يلي رح يتقدم للمجلس النيابي، ممكن نقول إنه خلص غضينا النظر عنه بعد المعارضة من الباب الواسع يلي واجهت هذا المشروع؟ يعني أولا بدي أقول نحن كنقابة معلمين وكروابط معلمين بالتعليم الرسمي كجهات تربويه مسؤوله، نحن منا ضد البحث باي موضوع، بس اولا ما بيتم البحث بالموضوع قبل بشهرين من الشهاده مشان نبلب الطلاب وما نخليهم يدرسوا. اثنين هذا الموضوع يدرس باماكن محدده واهل الاختصاص وبيشوفوا انه هل هالشهاده بدها الغاء او ما بدها الغاء، طيب اذا الغيناها شو الوسيله الاخرى للتقييم؟ الشهاده هي اداه تقييم، منو صحيح اللي قالوه سعادة النواب انه احنا عم نلغي البروفيه لانه هذه ما بقى توظف الطلاب. نعم. الشهاده من اعضاء التوظيف، حتى القسم الثاني هي مش اداه توظيف. نعم. الشهاده هي اداه تقييم لمرحله تعليميه معينه. نعم. البروفيه بتقيم مرحله الابتدائي والمتوسط، وشهاده القسم الثاني بتقيم المرحله الثانويه للطلاب. وقت اللي بدنا نروح نلغيها بدنا نفتش على اداه تقييم اخرى. وقت وزاره التربيه مش قادره تضبط بعد التعليم الخاص يلي هو تجاري وتكاكين وبيبيع وبيشتري افادات، لا احنا ما مع الغاء البروفيه. نقيب نسيب لك اذا بدك تسمح لي، قلت انه بالمبدا لسنا ضد البحث في الموضوع ولكن بالشكل العلمي والتربوي وبالمكان والزمان المناسبين مع المعنيين بالامر، شو قصدت؟ انا قصدت انه اول شيء مش قبل بشهرين بيبحثوا بالموضوع وبيبلبلوا الطلاب. نعم. اثنين هيدا موضوع بيعد فيه المركز التربوي. نعم. ونقابة المعلمين وروابط المعلمين والخبراء التربويين وبيبحثوا بالموضوع. نعم. ثلاثة إذا بدنا نروح على إلغاء بدنا نفتش على أداة تقييم أخرى، وأنا برأيي بالمدى المنظور ما في أداة تقييم أخرى طالما الوزارة مش قادرة تضبط كل عملية التعليم بالبلد. أربعة وهيدا المهم إن شاء الله خير، يعني موضوع الشهادة إذا فيها بعض الثغرات سواء البروفيه أو القسم الثاني ما بروح نحو الإلغاء، بروح ضبط الثغرات، بروح بلغي الثغرات، بلغي الشوائب، يعني بموضوع رؤساء المراكز، بموضوع لجان الفحص، بموضوع يعني اذا في ثغرات، يعني مثلا باحدى الكليات بالجامعه اللبنانيه بالحدث صار في التسوير لاربع خمس شهادات وتسجلوا الطلاب بدبلوم وما معنى الليسانس، بروح بلغي الكليه؟ يسلم تمك، يعني هذه الفكره بتمنى الشهاده ما بيتم لانه في شوائب. معك حق. حربط على الشهاده وبروح بلغي الشوائب. نقيب اقول احنا منا ضد البحث باي موضوع ولكن بشكل علمي وبوقته ايام العطل الصيفيه ويعلن على الموضوع ببدايه العام الدراسي ان شاء الله خير من الشهاده. ان شاء الله خير نقيب، انا ما راح اطول عليك لترجع لصفك، بس بتمنى بوقت قريب تكون ضيفنا لحتى نحكي مطولا ومفصلا عن هذا الموضوع. اهلا وسهلا فيك. شكرا. شكرا لك وللاستاذ عدنان ولكل المشاهدين. شكرا. نقيب. شكرا سيدي. استاذ عدنان اليوم اللي كنا عم نسمعه من النقيب يعني من المحور اللي حضرتك انت بتمثله، كيف نظرتوا او كيف سمعتوا او كيف توجهتوا لقبول او رفض او معارضه الغاء شهاده البروفي؟ نعم. الكلام اللي تفضل فيه النقيب انه الشهاده هي تقييم وليست بهدف التوظيف، امر اساسي في التعليم.
وحتى تقدر تقيم، التقييم هو مرتبط بالمناهج. يعني أنت ما فيك تيجي تغير أسلوب التقييم دون أن تعدل في المناهج المطروحة. ما جرى من خلال النائبين الكريمين أنهم طرحوا مشروع إلغاء شهادة البروفي. كان النائب نديم جميل. نديم جميل والطور سارسيسيان. نعم. سيرج طور سارسيسيان. تنيتهم عبر الدعاء تليفونيتهم. اثنين سوا قدموا هذا المشروع. نعم. هن خارج بالأول إطار لجنة التهدئة النيابية. نعم. وما رينا بالأسباب الموجبة أنه جرى الاستفادة من خبرات تربوية لعلماء تربية أو خبراء في التربية والتعليم. بس هني ربطوها بحصول فساد يعني على صعيد تحضير الامتحانات أو غيره. هني ربطوها بشكل الامتحانات. يعني إذا كانوا هني عم يشكوا من شكل الامتحانات في وزارة التربية فبيروح على إصلاح الامتحانات وليس بيروح على إلغاء شهادة البروفي. لأنه راح أعطيك بالأول بطريقة عكسية. نعم. هن الأساتذة النواب أكيد درسوا بالجامعة كل ثلاث سنين عندهم تقييم بالنتيجة يعني بين البكالوريا الثانية والإجازة الجامعية في ثلاث سنوات في تقييم إما يرسب الطالب وما بياخد الإجازة وإما بينجح وبيخلص بيرجع بين الإجازة وبين الماجستير كمان في تقييم بيرجع في الدكتوراه أيضا في تقييم. طيب كيف بدي أنا أخذ تلميذ من عمر ثلاث سنوات إلى عمر 18 سنة بدون أي تقييم شامل خلال 15 عام علما انه عندي مرحله تعليم اساسي تمتد من عمر 3 سنوات حتى عمر الصف التاسع اساسي بعدين مرحله تعليم ثانوي. بالتعليم الاساسي بده يكون في اسلوب تقييم يتناسب مع المناهج الموضوعه والمناهج الموضوعه حاليا هي من سنه 96. طب تسمح لي بس لحتى نفوت يعني بالمواضيع يعني مثل ما هي مثل ما وردت يعني حصول فساد على صعيد تحضير الامتحانات بخلينا نطالب بإلغائها أو يعني حتى رسمياً عم بيقولوا إنه هذه الشهادة ما حدا بيطلبها يعني بأي وظيفة أو بأي شيء بدك تعمله مشان هيك يعني عم بيقولوا إنه تنخففوا بلاها. لا أول شغلة بحيث دائرة الامتحانات إذا كان في شوائب بالامتحانات فيجب إصلاح هذه الشوائب البحث عمن يتحمل المسؤولية وشو هي الشوائب لحتى نقدر نحسن الأداء في الامتحانات ولا نلغي هذه الامتحانات. الأمر الثاني بموضوع أنه لا تطلب إلى الوظائف أيضا هذا كلام غير دقيق. نعم. لأنه أولا للتعليم المهني. نعم. تقدر تفوت أنت حتى على التعليم المهني. بالتعليم المهني في اختصاصات لا تتطلب النجاح في مد في شهادة البروفي وفي اختصاصات تتطلب هذا الأمر. نعم. حسب مستوى التعليم المطلوب فيها. الأمر الثاني أنه نحن اليوم حتى بالسلك الأمن العسكري عم يطلبوا مش بس البروفي اقل من البروفي افاده نجاح احيانا بالسابع احيانا بالثامن احيانا فحتى بالوظيفه امر مطلوب لكن مش الهدف الوظيفي. انا ما عم بحكي بالناحيه الوظيفيه نحن التعليم بالبلد مش من اجل الوظيفي انما التعليم حتى للانسان هو من اجل المعرفه ومن اجل الارتقاء بالانسان من مستوى معين الى مستوى اخر. الجهل لا يؤدي الى بناء لا مجتمع ولا بناء اسره ولا بناء وطن. فأنا إذا بدي أحرص على أنه ابني يقدر يتعلم يقدر ينهض هو على زعيته الشخصي وينهض بمجتمعه وينهض بوطنه بدي أوفر له أفضل ظروف. إنشان هيك بتلاحظ بالاستحقاق البروفي بأفضل المدارس الخاصة حتى بتلاقي الأهل اللي بيكونوا عم يدفعوا على أبنائهم أقساط عالية جدا قبل الامتحانات بشهرين ثلاثة بكسفوا له المعلمين حتى داخل البيوت حتى يضمنوا نجاح ابنهم بمرحلة البروفي لأنه بيعرفوا هن أنه من سنة الأول الابتدائي حتى صف التاسع في نوع من الترفيع أحياناً وخاصة يعني بعد مناهج 96 إجت نظرية تقول بالترفيع الآلي. الترفيع الآلي بالسنوات الأولى والثانية والثالثة تعليم أساسي رغم أنه مراحل صغيرة بالعمر لكن أدت إلى تراجع بالمستوى التعليمي بشكل خطير جداً. التلميذ بالصف التاسع لما بيعرف أنه امتحانات رسمية يستهاب هذه الامتحانات وبيزيد من استيعابه ومن درسه حتى يقدر ينجح والأهل بيواكبوه. وبالرغم من كل هذه المواكبة عم بنلاحظ نحن أنه في نسبة رسوب تتراوح بين 30-40% بهذه المرحلة. وتجربة إلغاء الامتحانات اللي تمت قبل بسنتين نتيجة حتى ما يصير في إقرار طبعا كان الدعايات كتير كبيرة والله. بعشر سنين هلأ التعليم الثانوي ما بيرجع بياخذ المستوى اللي كان موجود قبل بسنتين لأنه هذا الامتحانات وصلك على صف العاشر مجموعات كبيرة من الطلاب
غير مؤهل لتكون على هذا المستوى. نعم. فنحن إذا بدنا نهبط بمستوانا التربوي والتعليمي بالبلد بنروح على إلغاء البروجي. يعني أنا بدي حي اللي أنت عم بتقوله واللي قاله النائب، وبدي أعتذر إذا حدا يعني كان عنده وجهة نظر وحب أنه يتصل يسمعنا إياها، معنا وقت بالبرنامج لأنه هذه الإطلالة مع الأستاذ عدنان برجي مخصصة فقط للكلام عن هذا الاقتراح، اقتراح مشروع القانون لإلغاء شهادة البروفي، وبرجع بكرر اعتذاري. بس خلينا نشوف سوا ريبورتاج، لأنه نحن اللي عم نحكيه مهم كتير نواكبه ونقارنه مع رأي الشارع حول إلغاء الشهادة شهادة البروفي ورفض الشارع. نحن وأنتم بنتابعوا بهالتقرير سوا. إذا بده يكون في قرار بإلغاء شهادة البروفي مفروض يكون عن دراسة مسبقة، مش بشكل عشوائي مثل ما طلع القرار، وخاصة أنه طلع هيدا القرار يعني قدموه عفوا الاقتراح دغري بسرعة بدون دراسة، فأنا مش مع هالشي. لا أنا ضد إلغاء، لأنه مشان الانتظام العام، لأنه على أساس إذا بطل في بروفي صار يطلعوا مهبة ودب على السيكوند، يعني بيخرب مع بقاء والإصرار عليها. يعني برأيي المفروض يمشوا فيها بتسلسل، واحد بيوقف على البروفي شو بيعمل بعدين بيطلع بلا شهادة؟ يعني ما في داعي لكتير طالة الامتحانات الرسمية، لأنه الامتحانات اللي عم نعملها نحن ترمي المدرسة عم تكون أصعب، وكافي للطلاب أحسن قبل ما يروحوا يقدموا على الامتحانات الرسمية. شهادة متوسطة بيروح بيعملوا شغلة فيها، إذا يا بياخد مثلين مثلا أو شهادة سنوية أو معه شيء، خليه بيكون معه شهادة متوسطة، بروح على الدرك بروح على الجيش معه شهادة، فرق ما يكون معه صار له بصير عمره 20 سنة ومعه شو هالشهادة. لا ما مثل أي صف، مثل السابع والثامن، بس ما بعرف ليش بدي أخذها، يعني هيك بدهم. إلغاء الشهادة المتوسطة؟ أكيد يعني. أكيد لا. ليه؟ لأنه بتحدد كفاءة الطالب، يعني إلى أهمية معينة بكفاءة معينة بتصير ما بتعمل ضغط بعدين على الشهادة الأعلى على الترمينال او اللي بعدها، يعني فهون بيكون توجه يا اما مهني يا اما بكفي بالتعليم العادي. اكيد لا بجمع الغاء الشهاده، لانه بضل الشهاده حافز كتير للاولاد عشان يتعلموا، حتى لو بروفي، حتى بصير عنده طموح اكثر للبكالوريا، بصير عنده طموح اكثر للجامعه، فما لازم تلغى. لا مش مع الغائه، لانه في عندك انت نيفويات لحتى شو اسمه للمدارس، فالمفروض انه نوصل لعمر يصير في امتحانات على مستوى لبنان لحتى نشوف مين هو متاهل ليوصل اعلى. للجامعه بدك ترمينال، البريفي ما في اي افاده فيها، تاخذ يعني شهاده مدرسه عاديه وبيمشي الحال، يعني ما في ما بشوف لها لازمه. ما بتفرق يعني انه للمش ما بيدرسوا منيحه يلغوها، بس العادي انه فيهم عادي انه فحص مثل كلهم. موضوع تلغي الشهادة بده يكون مدروس تربويين اكثر من هيك بكثير، يعني انعطى للتربويين هني حق انه يدرسوا هذا الموضوع، مش انه السياسيين هني يجوا يتبرعوا يشتغلوا عند التربويين. انا صراحة لا، لانه بلاقيها مثل تحضير للترمينال هيدي، وشخص بيتمرن ساعتها بيتعود كيف بده يقدم فحوصات الرسمية بالدولة، حتى لو ما عندها الاهمية الكبيرة، بس بتضل فيه كتحضير ويتعودوا كيف بدهم يروحوا يقدموا فحوصات برا، معاملة الدولة كيف بتصير يعني اجمالا بعدين للبكالوريا. استاذ عدنان رجعنا على الهواء، بس من خلال متابعتك الدقيقة للريبورتاج اللي كنا عم نتابعه، شو كونت فكرة؟ يعني نبض الشارع يوافق اللي انتم عم بتقولوه؟ الغالبية العظمى من نبض الشارع ضد الإلغاء، لأنه قديه بتعطيها نسبة؟ 90% 90% أكيد. خليت 10% ديمقراطية، 10% ربما من الجيل الجديد اللي بعد ما نعم. عرف قديش أثارها الإيجابية على التلميذ. نعم. نحن أكبر نسبة تسرب بالعمر الدراسي بتصير بمرحلة التعليم الأساسي بالثامن والتاسع. نعم. هودي التسرب إذا أنت اللي استمريت بدون بروفي حيتقبر حاملهم معك بدون إمكانيات وبدون قدرات علمية حتى أول سنة جامعة. نعم. يعني حتى البكالوريا تصور تلميذ صار عمره 18 سنة فجأة اكتشف أنه هو ما بيقدر ياخد نمط معين أو قدرات معينة للتحصيل العلمي. نعم. فبعد 18 سنة ما عنده أي مجال آخر في الحياة. طب مهم، تكون عم مهم كتير، مهم كتير، مهم كتير اللي أنت عم تحكيه. نعم. ولكن مصير يعني هذا المشروع لاقتراح القانون
سالك ولا طريقه صارت غير سالكي بعد هذه المعارضة من الباب الواسع بصراحة؟ هلا نحن بالمجلس النيابي كله غير سالك بهالايام لانه ما عم يجتمع على الاسف. لو عم يجتمع ويشرع كان نص مصيبه بامور ثانيه. هذا المشروع نحن طلبنا اهماله من النواب جميعا لانه مشروع غير تربوي، وبجميع الاحوال اي ناحيه تقييميه يجب الا تصدر قبل اعاده النظر بالمناهج والبرامج. بتحط مناهج وبرامج وبتحط اسلوب تقييم لها، مش بالعكس. يعني نحط اسلوب تقييم ومناهج وبرامج بعد نحن عم نغير فيها. هلا الافضل انه نروح على المركز التربوي والبحوث والانماء، نروح على اسلوب دراسي علميه ونبقي على الشادي. نحن من مع الابقاء على الشادي المتوسطه ومع الابقاء من خلال وزاره التربيه تحديدا، لانه التعليم الخاص بالبلد فيه جيد جدا وفيه الممتاز وفيه الرديء. ما فينا نترك كل شيء بالبلد للخصخصه، خاصة بمستوى الامتحانات الرسمية في مدارس خاصة أكثر. لا ما هو أنت لما بتعملها شهادة مدرسية، شو اللي بيصير عادة بالشهادة الرسمية بالشهادة المدرسية؟ ممكن تلميذ مش قادر ينجح بصف التاسع، بيعرفوا أهله أنه هو بالتاسع مش بيقدر ينجح بمدرسة محترمة، بيروحوا على مدرسة يعني أقل مستوى بكتير لحتى وبيأخذ الشهادة وبيوصل. يعني الأهل عندهم استعداد أحيانا، حتى الأهل يغشوا نفسهم. يعني بينما الأسلوب الامتحانات الرسمية بتضل حد أدنى، والامتحانات ما عم تكون هالامتحانات التعجيزية للطالبين. يعني ما عم بصير عندنا رسوب بنسبة الرسوب والنجاح. هذا اللي بدي أعرفه منك. عم بتكون بحدود 70% النجاح و 30% بشكل عادي يعني. ايه طبعا نسبة طبيعية. نسبة كتير طبيعية كتير طبيعية. نعم. واللي عم يسقط عم بيروح أحيانا كتير على مجالات بالتعليم المهني ما بدها بروفي، وعم ينجح بمجالات عمل. أما حتى لو ما نجح بامتحانات البروفيه عم يكون عنده حافز للتحصيل حتى لو 3 اشهر قبل الامتحانات، عم يحاول يجتهد يرجع يحصل شوي من اللي بيكون صعب. طب استاذ عدنان، البعض بيربط انه ليك النواب فكروا لوين يروحوا، وهي للمناسبه للمره الثانيه بقول انه احنا سعينا نتصل بالنائب نديم جميل وبالنائب سيرج تور ساركيسيان، ولكن وللاسف ما حدا جاوب على خطه، يمكن عندهم اجتماعات او مشغولين بشيء ثاني. اللي بدي اقوله البعض لام النواب وقال انه ليك بشو مهتمين وما بيهتموا لحتى يحسنوا من وضع المعلم، يحكوا بسلسله الترتيب والرواتب، يحسنوا حتى اوضاع العسكريين والامور يلي مفترض انه هي تكون شغلهم. قديش بتعطي يعني انت هذه يعني الناحيه حق ولا بنقول انتقاد انتقاد؟ يا ريت. نحن كل انسان بيقوم بواجباته التربوي، يقوم بواجباته التربويه، والسياسي يقوم بواجباته السياسيه، والمشرع يقوم بواجباته التشريعيه. انا بفهم النائب يشرع قضايا من خارج اختصاصه، لكن ان يكون مستندا الى اراء اصحاب الاختصاص. شو بدك يعني؟ هذه رساله يعني بتقول النائب يشرع من خارج اختصاصه؟ طبعا. يعني النائبين الكريمين من خارج اختصاصهم الكلام، هن خارج اختصاصهم، ليسوا اعضاء بلجنه التربيه اولا. الامر الثاني ما قرينا بالاسباب الموجبه اعتماد على خبراء تربيه مثلا وتعليم مصاري. هن راحوا على موضوع جزئي انه والله في تكاليف ماديه بالامتحانات، فبنلغي هذه الامتحانات وبنرتاح منها، مش انه اسباب تربويه. لذلك النظره ناقصه عند هؤلاء، عند الساده النواب. وفعلا لو كان النواب اليوم، ونحن عندنا مؤتمر صحفي كهيئة تنسيق نقابية اليوم حتى نطلب من النواب اليوم الساعة 4، نطلب من النواب افتحوا المجلس النيابي بمحله المؤتمر ولا تأخرتوا؟ ليش لا؟ لا تأخر، ربما يعني تأخرنا، بس نطلب لأنه هلا في عقد تشريعي عادي. المجلس النيابي يجب أن يلتئم من 22 أذار. نحن اليوم ب 12 نيسان، حتى الآن لم يجتمعوا من أجل بت مشاريع حياتية للناس وبت مشاريع مفيدة للبلد. فهني عم بيروحوا على مواقع تعطيل التشريع، وراحوا قدموا اقتراح قانون خارج الاختصاص، فربما تكون في نوع من القنبلة الإعلامية الهدف منها أنه نحن نائبين كريمين قدمنا هذا المشروع القانون، وبعدين شو بيصير يصير. طب كل المعطيات اللي هلأ نحن عم نحكي عنها مهم كتير نقول انه مفترض انتم تواكبوها وتتابعوها ميدانيا على الارض. انتم اتصلتوا بسعاده النواب لحتى ننهي هذه القضيه وما ينحكى فيها اكثر من اللازم، سالتوهم ليش عملتوا هيك؟ شو فكرتوا؟ نحن فورا اتصلنا بوزير التربيه، نعم، اللي هو معني مباشره بهذا الموضوع. شو كان راي معالي الوزير؟ اول شغله اكد الوزير انه الامتحانات الرسميه في مواعيدها وتشمل الامتحانات المتوسطه، يعني ما في الغاء للبروفينيا.
نعم. عمرو الثاني قال أنه حتى بالوزير لم يتم الاتصال فيه من أجل سؤاله هل أمر يعني هل بيطرحوا مشروع يعني بدون تنسيق حتى مع وزير التربية، ما صار في تنسيق بهذا الموضوع. فلذلك نحن ما صار في اتصال بيننا وبين النواب مباشرة، لأنه هن أساسا جاءوا على ميدان غير ميدانهم. نعم. نحن اتصلنا بالجهات المعنية بأعضاء لجنة التربية. نعم. وبوزير التربية. اليوم نحن وقت اللي بنحكي عن التعليم الأساسي واللي هو يعتبر الأساس يعني وعصب التعليم عند كل أولادنا، وبهمنا أنه يكون العصب سليم يعني 100%، يعني كيف بتطمن الناس اللي عم بيتابعونا؟ وكان البعض منهم مرحب انه تلتغي، لك كيف بخفف درس عن اولادي، وفي اولاد كانوا فرحين، ولكن الريبورتاج اللي شفناه كانت معظم ارائه مغايره كليا لما ظهر عند البعض. يعني قبل ما نوصل للختام شو بتحب تقول؟ اول شغله خلينا ناخذ الغاء الامتحانات قبل بسنتين، في تلاميذ بعدها عم تبكي لهلا. نعم. لانه لم يتيسر لها الفرصة حتى تثبت جدارتها وتفوقها بالامتحانات. نعم. كثير منيح. وفي تلاميذ لقوها من الله اجت يعني اخذوا الشهادة وهني مش مستهلينها. نعم. فدائما بالمجتمع عندك وجهتي نظر موجودين، اللي ابنه عم يدرس ومجتهد بلك لا انا بدي امتحانات رسمية وامتحانات جدية. برافو. حتى يبين، واللي ابنه مش عم يدرس بكون هو عم بغش حاله. فنحن مش عم ناخذها من وجهة نظر المصلحة المباشرة لهذا الأب أو لذاك الابن، نحن عم نخدها من وجهة نظر تربوية تعليمية وطنية. لبنان إذا انفقد، إذا نزل فيه المستوى التعليمي، لا بقى عنا زراعة ولا بقى عنا تجارة ولا بقى عنا اقتصاد، شو بيبقى في عنا يعني؟ يعني منطمن كل الناس أنه الرفض يروحوا على الامتحانات هلا مرفوض 100%، والسنة في جدية أكثر بالامتحانات الرسمية. مصعبينها يعني؟ لا مش مصعبينها. لا مش مصعبينها. السنة اللي جدية إنه كنا بمزاح صرنا بجدية يعني. السنة لا، السنة في الوزارة هي مباشرة أخذها على عاتقها من أجل ما يصير في دخول بمحسوبيات أو بواسطات أو بكذا. يا أخي الأمور يمكن تجي، أنا موجود بمنطقة معينة، يجي مراقب بهذه المدرسة، الأهالي بيعرفوني. السنة الوزارة عم بتغير، يمكن يجي واحد مراقب ما بتعرفه نهائيا. يعني التواصل بين الأهل وبين المراقبين مفقودي، التواصل بين الأهل والمناطق التربوية أيضا مفقودي. لذلك يعني الامتحانات نحن هذا مطلبنا بالأساس دائما، إنه نحن نأخذ أحلى امتحانات لحتى نقدر نحافظ على المستوى التربوي والتعليمي بالبلد. أنا بدي أشكرك أستاذ عدنان برجي أمين الإعلام في رابطة التعليم الأساسي ومدير المركز الوطني للدراسات، شكرا لك. شكرا لك، الله يخليك. أصدقائي متابعين معكم مشاكل وحلول دائما عبر تلفزيون لبنان، فاصل ونعود. بعد معكم ومتابعين برنامجنا دائما على الهواء من خلال كل المتابعات بمحور جسر جل الديب، منقول أنه هذه القضية هي محور اهتمام كل المعنيين، اللي راح نشوفه كمان بيرصد نبض الشارع، منتابعه سوا. لازم ينعمل حل ويشوفوا شو المناسب لجل الديب وأهل جل الديب شو بيرتقيوا، يعملوا ولان ضروري ينعمل، يا أما نفق يا أما جسر تقوى الحركة الاقتصادية. يعني نلاحظ كل المحلات هون ما في شغل، ما عم يصير في حركة اقتصادية قوية. أنا كليا ضد التونيل، يعني المهم يعملوا أقل واحد يقدر يفوت من جوني على جل الديب، بس هيدي أهم شيء، لأن ما مش معقول ما فيك تيجي من جوني على جل الديب، ما في. هو للأنسب للمنطقة نفق. والله بدي يعمل الإيه، عم بيقولوا الإيه شو بتعمل؟ بدك ترجع تروح من هون لأنطليتا ترجع تجي، هاي ما بتنفع، يا بدي يعمل الجسر يا ما يعمله، حرام عم بيشتغلوا بلا طعم يعني. هن اجمالا اللي رافضين هن اللي اصحاب هول البنايات والمشاريع الكبيره، لانه حيسكر الواجهه عندهم، بس يمكن بيرجعوا بيحلوها. بيصير في تدخلات سياسيه، بيصير في كل شخص يعطي رايه، يمكن في مصالح استفاده اكثر. كثير كثير عم نتعذب، يعني كل يوم بدك تفوت على جل الديب من هون، بدك تطلع على ابو صليم، بس حرام عن جد عم يعملوا فينا هيك، حرام حرام. بعدنا عم نقل، معقول يروح على نهر الموطة اجي لهالفشخة؟ معقول؟ رايحين جايين عم تعذب. مدخل جل الديب هذا مدخل حيوي اقتصادي، يعني شو بدي اقول لك؟
للاسف هذا مش بهالدوله. بنهلك اليوم على طول شيء بيقرف يعني. مش رح يعملوا هالجسر يخلصوا بقى؟ ان شاء الله يعملوا. يعني اهم شيء الجسر يعملوه، هذا اهم شيء بالحياه كلها سوا. كل ما العالم كله يعني العالم عم تسكت العالم، هلكين العالم. تروح من هون تلف من انت الياس وتلف اللفه كلها سوا وترجع مش حرام؟ بدك نص النهار لتبرم مع انت الياس وترجع يعني عجقة السير. هذه الحاله قصينا فيها يعني من زمان، ما في علاج لها يعني. هذا وضع لبنان. صار له كم سنه بقولوا اليوم وبكره وبعد بكره، اليوم وبكره وبعد بكره ما في شيء. لازم يكون في مشروع انه يعملوا جسر. اكيد يعملوا، لان المنطقه هون ماتت من ورا هذا الجسر. طلع شفت شو محل هون قديش كان عم بيشتغل، رحت سأله قديش عم بيشتغل، الربع ونص الربع كله عم بيسكر، السوق كله سكر. المفروض أصلاً ينعمل جسر لأنه شيء ضروري وإجباري هون بالمنطقة. الجسر؟ ليش في دولة بالأول لتعمل جسر؟ لأنه مسكر هون على المنطقة كلها يطلع تحت، يعني ما حدا كتير برمي طويلة إذا حدا بده يفوت لجوة. فارق لهم قديش بيعملوا، قديش اللي فسر لي قديه؟ نحن عنا برمي، أنا بنت الياس كل ما بدي أبرم برمي لازم أعمل ساعتين قاعدة جوا لحتى أقدر فوت على محلي. ما بيصير، عيب عيب يعني، لا في دولة ولا في شعب، سوري يعني، لا دولة ولا شعب ولا في حدا، كلهم كذابين ودجالين. مشاكل وحلول متابعين دائما عبر تلفزيون لبنان مع ضيفنا الخبير والمستشار البيئي المهندس زياد أبي شاكر. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. نقول سيدي، يعني محور اللقاء معك اليوم حول عنوان واحد، الروائح الكريهة اللي انتشرت بكل بيروت وامتدادا على الساحل من طرابلس إلى أقصى الجنوب، تحديدا بكثير من المناطق انحكى عن بعوض، عن حشرات، عن برغش، عن عن عن. كخبير بيئي وانت كنت حذرت معنا اكثر من مره، حبيت ارجع ادعيك لهذه الاطلاله لحتى نقول انه مفترض كل شيء بنحكيه نحن نكون حده ونكون عنده لحتى نقدر نواكبه. بهالمرحله شو راح يصير بعد اللي نحن شفناه؟ خيلك مشكلتك شو راح يصير؟ راح يصير اللي وصلنا له، انه اليوم شتت اليوم لما هلا شتت، بعتقد انخفاض الحراره راح يخفف شويه من التخمر، يمكن لازم يستفيدوا. وبعض بقول انه الشتاء يعني له تداعيات كثيره على الباطن البيئي من قبل شو ما قال كل الشتاء، ما طالعين من شتويه نحن يعني. نعم. انه هلا هالشتوتين راح ياثروا اكثر من اللي اثروا قبل. لا اخر شيء يعني تركنا زبالتنا بين الاحياء تبعنا وبين بيوتنا وعلى الاراضينا هيك بطريقه مكشوفه بدون اي اداره مزبوطه، اكيد لما بدها تختمر هذه النفايات. نعم. يعني اليوم بعتقد كمان يمكن لازم هالاهالي او كلنا شويه نعرف قيمه شو كنا عم نبعث لهم لمطمر النعم. يعني كل واحد يقيس على حاله. يعني نحن اليوم عم بسمع ناس عم بيتزمروا ببيروت، قلنا قد ايه قلنا جمعة عم نشم ببيروت 10 ايام جمعتين، طيب هول الجماعة قلنا 17 سنة عايشين هيك. طيب وهالبرغة شو هالبعوض والحشرات والفيران والجرادين؟ هو من رواسي بالتفكك لا هوائي لا هالنفايات العضوية، ما هيدي هالنفايات العضوية. نعم. كانت أكلنا. نعم. ما من بعد ما تخلص إنها تكون أكلنا بدها تصير أكل لغيرنا. ما نحن مش وحدنا عايشين. بتعرف شو بحب فيك زياد؟ يمكن من خلال اللي بيتابعك على الفيسبوك، يعني أنت طرحت مشكلة وبهيك بحماس ودينامية اقترحت شيء، يعني كنت طلبت من لا سوري هيدا ما كان اقتراح بالساعته. لا لا بدي اقول لك شيء يمكن الناس بعد ما بيعرفوا كيف توصلنا لهون. كثير مهم يلي عم بتابعك. ما انا قلت بالبدايه انه انت هون لانه حكيت عن شيء سابقا، اليوم نحن وياك عم نتابع وهيدا اللي بدي اوصل له. لا وبموضوع الريحه بالذات، نحن لما بلشوا يحطوا على نهر بيروت لما بلشت تكتر على نهر بيروت وعلى العقار اللي ثاني من النهر على الكارنتينا، نزلنا جبت ناس من الجامعة الأمريكية وعملنا شيء اسمه سامبلينج للهواء. يعني أخذنا عينات من الهواء اللي موجود هون تنشوف شو في بكتيريا، شو في بكتيريا، لقينا إنه في بكتيريا هيدي ما كانت موجودة من قبل. لما بلشنا ندرس إنه تبعال هيدي البكتيريا الهوائية، هاي بكتيريا هوائية بتعيش بالهواء يعني. مش البكتيريا الهوائية اللي عم نشم ريحتها. الريحة اللي عم نشمها هي من جراء الغازات يلي هالبكتيريا اللاهوائيه عم بتفكك بها المواد هيدي. بس ليش لها 7-8 ايام يعني انه هي لانه كميه، هي فونكسيون من الكميه الزبال اللي موجوده العضو بدها وقت لتروح. وهون كمان عم نقول انه خي زباله بيروت، كانوا مفكرين انه زباله بيروت ما فيها كثير مواد عضويه، زباله بيروت فيها اكثر من 60-70% مواد عضويه بالوزن. نعم. تنرجع على موضوع البكتيريا، لما شفنا شو في بكتيريا موجوده بالجو وصرنا نقول يا خي انه هول البكتيريا بدنا نتنفسهم نحن. خلينا نروح نلاقي شو في انجز وارخص طريقه
انه هالبكتيريا نعقمها، انه نموتها بالجو بدون ما نكون عم نعمل تلوث. ولقينا انه الماوس واش اللي هيدي حكيت عنها بالفيسبوك، انه هو المعقم الفم اللي هي شغله موجوده بالسوبر ماركت يعني. هلا طلع كم واحد كتير مهضومين على الفيسبوك، اعتبروا انه انا جايب كونتينر ماوس واش بدي بيعه. بس لا، نحن رجعنا اخذنا هيدول البكتيريا زرعناهم بالمختبر، هن زيتهم البكتيريا زرعناهم بالمختبر وعملنا عليهم بالماوس واش. حسب مين؟ يعني كل هالنشاط حسب مين؟ معلش حسبنا حسب مين يعني؟ حساب الناس كثير يعني الناس. في كثير ناس بيتحمسوا، في كثير ناس يا خيي في هذا البلد، فيها كثير ناس بتحب البلد بالفعل يعني، ما ولا بدهم يترشحوا على الانتخابات ولا بدهم يعملوا رؤساء بلديه ولا شو بدهم، بدهم ينصحوا الناس، بدهم لا بدهم انه يكونوا هن مواطنين مبسوطين يعيشوا بهالبلد. مين اللي يعيشوا عربي؟ مين اللي قال انت جايب كونتينر؟ أنا سمعت كذا واحد انه هيدو هيدو عم بيسوي له شيء موسوس. بس لك مش مشكله، هول البكتيريا اللي عليهم ما بتقدر تعمل شيء، ما بتقدر تعمل شيء. هلا اللي عم اللي قدرنا نبرهنه انه لما عالجنا هالبكتيريا بالماوس ووش 99% من كيف من اللي اشرح لنا يعني التفاصيل الاليه بالمختبرات. عندهم شيء مثل بيسموه باتري ديش، بيعملوا عليها مثل مثل تحضيره، بيربوا هالبكتيريا. اوكي، لقينا شو في بكتيريا بالجو، هي زي تجينا ربيناها هون، جينا نقول تنكف عدينا مثلا تنقول كان في 100 وحده، كان في 100 بكتيريا عاشت على هال على هالدش هيدا، جينا حطينا ماوس واش ونطرنا مثلا نص ساعه. اوكي، من بعد نص ساعه جينا نعد قديش بعده طيب قديش ميت، لقينا انه 99 وحده من يوم. يعني الافشنسي كانت 99% من نوع بكتيريا معين اللي هو الليستيريا ماتت. سوري الليستيريا 75%، هوليك الشيغيلا والسالمونيلا والكذا 99%. فشينا نقول لهالناس يعني لك سوري، شو كانت الالترناتيف الثانيه؟ انه نقعد نشم. هلا الشم بسيطه يعني، واحد تنزعج من الشم، بس انت ما انك عم بتشم شيء نظيف، عم تشم شيء فيه بكتيريا. هلا انت لو قاعد ببيتك ومسكر بيتك، اذا حطينا كمامات، حطيت كمامات شو بدك تعيش انت بالكمامات كل الوقت؟ ما كمان ما مش عمليه. طب طريقة الاستعمال ما جبرنا حدا. طريقة انت عطاك نصيحة كنت، بس طريقة الاستعمال كيف بدها تكون؟ قلنا بتاخد بتجيب ماوس واش وبتجيب هالكيلة مثلا، بتعبيها هيدي ماوس واش، بتحطها بأنية سبراي، ترجع هي زيتها بتحط لها مي، بتحطها بأنية سبراي، بتخضهم شوي وبترش رش بهالبيت كله، رح تقتل. كم مرة بالنهار؟ نصحنا انه مطرح ما في اولاد صغار عايشين يرشوا مرتين من بعد ما يروحوا على المدرسه مثلا او على الجاردري او شيء، يرشوا الاوضه وقبل ما يرجعوا تيناموا يرشوا لهم الاوضه. طب اليوم هلا ليك سوري، يعني اليوم كمان ما بدنا نخلق هلع انه رح نموت من هالشغله، ما رح نموت منها، بس هيدي رح تعمل ازعاج. يعني شفنا كثير حالات اسهال، شفنا كثير حالات راش على الجلد الاولاد الصغار وعلى الناس الكبار. هيدا الوضع بيتأثر فيه أكتر شيء الناس يلي المناعة عندهم بعد منا مكتملة، الأولاد الصغار أو يلي صارت شوية ضعيفة مثل الناس الكبار. طب بس زياد، يمكن سؤال بديهي نطرحه نحن، في مهلة شهرين نعطوا للناعمة ومهلة شهرين لحتى نقول بدنا نبلش صفحة جديدة، قديش صار ماضي من الشهرين واليوم أنت كخبير بيئي وإلك كتير شغل مع كتير من البلديات ميدانيا على الأرض، الواقع شو بدل ولوين رايحين؟ يا خيي ليك للاسف، يعني للاسف انا اعتبرت انه ضيعنا السبع ثمان اشهر، كان تضيع وقت يعني، ما قدرنا نوصل لشيء ناسس على شيء مستدام لبعدين. في حدا عم بياسس هلا؟ ايه في حدا اكيد. كيف في وين عم بياسس كيف وين؟ هلا بالقليله يلي بعتقد يمكن الانجاز الكثير مهم يلي الكل حققناه مع بعض، هو انه اقرت موضوع اللامركزيه. اوكي، اقر لا مركزي يعني خيي تطبق. كل واحد اوكي، كل واحد قادر يطبق يطبق على صعيد القضاء ولا محافظه ولا بتفرق. بلديه ولا وين ما بتفرق يا خيي، تجمعوا مع بعض. ونحن هلا مبلشين مع بلديه وحده وين بالمتن. اوكي، مش بيت مرق متوقعين ببيت مرق، وهلا متوقعين مزبوط، ومتوقعين انه اذا شافوا هالموديل هيدا يجي ينضم ناس لهال. يعني اليوم بخضم الكريزة ما رح تلاقي عالم يجوا هيك. شو عم بيصير؟ هيدا بدي أعرفه. شو عم بيصير بشو؟ بالبلدية قلت لي بلشت فيها، شو عم بيصير على الأرض؟ عم بيصير هلا، بلشنا نجمع النفايات أول شيء بدون كبسة، هي أول الكبسة أول خلص، الكبس ما بيعود فيك تفرز. طيب أوكي أوكي، رح نجمع النفايات بدون ما نكبس. قديش كل يوم عندنا؟ عندنا 10 طن كل يوم. 10 طن
رح تجي على هالمصنع اوكي يلي انعمل بشكل طارئ يعني ما انه مش هيدا المصنع الفينال. قديش كبروا المصنع الفينال؟ بدنا نشتغل عليه على رواق، بده 18 شهر هيداك تينعمل. كبروا كمساحه يعني نعم. عملنا هنجار تقريبا شيء 400 متر مربع يتسع يعني يتسع ل 10 طن فرز أوكي. عم نفرزهم، عم نشيل كل المواد الغير عضويه، عم نعالجها. موضوع الريحه لا، لانه مركبين مكنه تخمير هوائي بقلب المصنع، مطرح منا موجوده ما في كتير سكن، وبعتقد وبكره رح منبرهن هالشيء كمان انه على بعد شيء 100 متر ما حدا رح يشمشي من حرم المصنع. يعني بنعتبر انه المشكله بلشت هون، بلش حلها يعني. نحن بعتقد رح منقدم نموذج ببيت ميري. بيت ميري تكون اول مدينه نموذجيه صفر نفايات، ما بتكب شيء، ما بدنا مطمر على فكره هون هيدا النقطه. يعني هيك مشان هيك مش عوادم الجماعه، ما في عوادم، ما في عوادم، لانه نحن مطورين تقنيه بتاخذ العوادم وبتعمل منها الواح بلاستيك. هيدي كمان يمكن لازم نجي على رواق النهار نحكي عنها. ايه وراح بتشوف انه مصنع بيت ميري تقريبا نص الادوات والمكنات يلي فيه معموله من عوادم، معموله من الواح، كانت مواد عوادم. رح بتشوف بكره المستوعبات، رح بتشوف شطات الجر، رح بتشوف كلها معموله من بلاستيك كان عوادم صنع من النفايات يعني. طب قديش في فرص عمل انتم عم بتامنوها بهذا المعمل هلا مباشره؟ نعم. بقلب المعمل رح بيكون نعم. في 9 وظائف هول نعم. المباشره نعم. بعدين في اللي بده يجيب لك مي واللي بده يجيب لك مزود. السؤال بيطرح نفسه، مكلف يعني؟ اليوم ديوان محاسبه او المراقب المالي بالبلديه كلهم بوافقوا على هذا المشروع ولا البلديه ما اشتروا شيء، ما اشتروا المعمل. طب مين عم بيمول هون؟ التمويل التمويل اجى نعم. من القطاع الخاص نعم. أوكي. هبه يعني؟ لا مش هبه، رحنا تدينا مصاري، رحنا تدينا مصاري على اسم مين؟ على اسم الشركه اللي هي بدها تتحمل المسؤوليه. ليك هيدي نقطه كثير مهمه نعم. لانه اليوم عم نشوف شو في مصانع نفايات كلها فشلت، كلها فشلت. ليه؟ لانه ما في حدا يتحمل مسؤوليتها. ما في حدا يقول انا صممته هذا المعمل وانا عم ديره وانا عم بتحمل تبعات نعم. نجاحه او نعم. فشل نعم. ضيعوا الشنكاش، صار اللي مصمم يحط الحق على يلي عم بيدير انه ما عم بيعرف يدير، واللي عم بيدير عم بيحط الحق على المصمم انه التصميم غلط. تجربتكم شو رح تكون؟ تجربتنا رح بتكون وهيدا الفريد من نوعه. هي برسم مين؟ في جهه وحده، في جهه وحده اللي هي الشركه اللي عم بتنفذ هيدا المشروع. البلديه ما لها علاقه؟ لا، البلديه اجت قالت، البلديه اجت اشتركت معك مثل ما انت بتشترك بالدش. عندك سيرفيس دش بتدفع اخر الشهر، ما عندك سيرفيس دش ما بتدفع، بتجيب زباله بتدفع على الطن، ما بتجيب زبالة ما بتدفع. قديش عم بكلف الطن خي زياد؟ الطن رح يطلع لأنه حال الطوارئ 62 دولار الطن، يلي بيطلع 6000 ليرة على البيت الواحد بالشهر، وبنوصل لزيرو عوادم؟ صفر، ما في شيء، ما في شيء. هيدا عم أقولها قدامك وقدام العالم كله. ممكن نصور؟ وشو منكم بكرة بتطلع تقعد مش تصور؟ لأنه بلشت بدي إياك تشم الريحة كمان، تشوف إنه الريحة منا بلشت هلا. إذا تعودتوا على روايح بيروت يعني فوق رح تكون جورجيو أرماني. غير شيء. بلشتوا بالشغل ولا بعد؟ بايلوت عم نجربنا، كل المكانات ماشي حالها 100%. وأيمتى فعليا رح نبدأ؟ جماعة الجي إن نظرا. قديش عندك إمكانية اليوم أنت لحتى تقول أنا ممكن يعني ساهم ببلدية 2-3-4 وتكون؟ لا هذه أنا ما فيني حل مشكلة لبنان كلها ولا بدي. لا طب أنت عم تقول على صعيد شركة وهي برسم مين هذه؟ عم تقول طلعوا تفرجوا وطلعوا شوفوا يلي بيشوف ايه؟ ممكن ينقل هذه العدوى ايه؟ الحلوة كتير خلينا نسميها عدوى ونقول خلصنا من كل رواحية. أنت واضع كل شيء بتصرف كل الناس. اعتمدت لا مركزية، حلو، اعتمدت لا طمر ولا حرق، توفير اوكي، واعتمدت تقريبا نص الكلفه عن شو كان عم ينعمل من قبل، اقل من النص كمان. هلا في النقل، يعني اليوم اذا بتحط الجمع والنقل والمعالجه بهذا السيستم اللي نحن عم نعمله ب 10000 ليره على البيت بالشهر فيك تكون حالي للمشكل. طب اليوم العوادم الكهربائيه الالكترونيه شو بنعمل فيها؟ سوري، تلفزيون، عوادم، بطاريات؟ لا هول مش عوادم، لحظه شوي لحظه شوي. اليوم هيدا هول المصانع نعم. المراكز اللي عم تنعمل هول بتعالج النفايات الصلبه المنزليه. طيب وهول شو بنعمل فيها؟ هلا الالكترونيكس هو كاتيجوري بحد ذاته، في هلا بلبنان في 2 أو 3 عم بياخذوا كل هالامور هيدي، يعني هول ما بدهم يجوا على هالمركز، او اذا اجوا على هالمركز رح ينحطوا على جنب تيصير في منهم حموله ويروحوا لعند هول الناس يلي هن عم يهتموا فيهم. اوكي هون ما رح نستقبل نفايات طبيه مثلا،
ما فيك تستقبل لا نفات مستشفيات ولا مستوصفات ولا شيء. سوري بدنا نبلش كمان نغير نظرتنا للنفايات، مش انه كل شيء ما بدي اياه بدي روح كبه مع بعضه. ما فيني روح كب النفايات الالكترونيه مع نفايات العماره مع نفايات المستشفيات، حطهم كلهم مع بعضهم وبعدين ارجع اتندر انه ليك شو هالملغوصه اللي هيدا واقع يعني. كل بلاد العالم الاولى يلي حلوا هالمشكل اعتبروا، وانا احنا اشتغلنا على الكاتيجوري تبعوا لبنان، بلبنان عندنا 7 فئات نفايات يلي هن تقريبا موجودين بكل بلاد العالم. اوكي، نفايات الالكترونيه هي وحده منهم، نفايات العماره هي وحده منهم، نفايات الصناعيه هي وحده منهم، نفايات الفرمشانيه والطبيه هي وحده منهم، المجارير والنفايات المنزليه ونفايات المسالخ. طب اليوم من خلال قراءتك ميدانيا على الارض لملف النفايات بكل لبنان، نحن وين رايحين هلا؟ الشهرين رح يخلصوا. هلا ليك شو صار، هلا قالوا اوكي رح يخلصوا الشهرين للنعمه. نعم. هلا يعني اعتبروا انه بدنا نعمل منطقه ببرج حمود هيدي نرجع نطمها. الباركينج اللي كنا عم نحكي عنه. هيك عم بيقولوا، هيك عم بيقولوا. هلا ببرج حمود بعد ما بلشوا شيء، هلا امبارح بلشوا بالكوستا برافا. اوكي؟ هلا بس هن عاطين حالهم 4 سنين. يا هل ترى هالمناطق اللي هونيك بتتحمل 4 سنين؟ ما بعرف، ريست افوار بدنا نشوف. وقالوا من هلا لاربع سنين بدنا نجيب محارق. انت مع ولا من حل؟ لا انا ضد المحارق اكيد. ضد هاي ما شو لك. طب مش بس بيئيا، مش بس بيئيا، حتى اقتصاديا. نعم. اليوم اقتصاديا، اليوم نحن صرنا قايلينها 100 مره بلبنان عندك البنيه التحتيه الصناعيه كامله انك تعالج 80% من هالنفايات. شو بدك من الورق، من الورق والكرتون، بلاستيك البي اي تي، البلاستيك الهاي دنسيتي بولي اثيلين، الازاز، حتى بوليستيرين هيدا الفلين الابيض. اوكي، بخدمها الكريزا لقينا انه في معملين بياخذوهم بيقدروا يرجعوا يشتغلوا فيهم. عندنا اياها كلها. حرام. طيب يوم لما تجي تحرق كل شيء انت هولي ما عم تحرمهم لهولي، تعرف قديش كم عائله موظفين صناعات التدوير بلبنان؟ ما لا يقل عن 15,000 عائله. تعرف بس جماعه اللي بيدوروا ورق، لانه هلا قالوا هن بالمحرقه تهلا بالمحرقه هن بدهم يحرقوا كل شيء لما بيجيبوا 4 محارق كبيره المواد العضويه ما بتحترق. سو عم بيقترحوا انه بنحط البلاستيك والورق. طيب هيدي شيء كثير خطير. استاذ زياد نحن اليوم 3 دعوتك لنا ايمتى قائمه تحت على الهواء نقول اعطينا جمعتين زمان تما نعمل مثل غيرنا. كنا جمعه صرنا جمعتين. لا اعطينا جمعتين لقلك ليش تما نعمل مثل غيرنا. ما غيرنا بيفتتحوا المعمل على البطون بيبقى كل شيء نظيف وكل شيء جديد. انا بدي اياك تطلع تصور يكون بالقليله قاطع 100-150 طن نفايات بهالمعمل. ما راح تتاثر بالانتخابات النيابيه، عفوا البلديه، عفوا ان شاء الله تصير نيابيه كمان. زباله بتطلع كل يوم في انتخابات. لا لا قصدي انه اليوم انتم عقدكم مع البلديه او شغلكم ما بيتاثر. ما له ارتباط، هيدا عقد مع بلديه. يعني في انتخابات ولا ما في؟ كله قائم. انا بدي اشكرك المهندس زياد ابي شاكر الخبير البيئي، كنا نتمنى تكون معنا اكثر، ولكن ان شاء الله بزيارتنا للاماكن اللي عم تشتغلوا فيها نكون دائما حتكون لحتى نقدر ننقل للاصدقاء المتابعين الصوره على حقيقتها بواقع معالجه النفايات. انا بدي اشكرك. أهلا. بدي اشكركم انتم اصدقائي، بنلتقي بكره بحلقه جديده. الى اللقاء.